كنت ماشي مرة ومعايا ابن يوسف و بنتسوق يعني كده في شارع معين، ولفت انتباهي كبدة وسجق وهمبرجر وبرجر واتنين حاضنين بعض. ايه اللي هو انا في ارض غريبة غير ارض البني ادمين ولا ايه؟ شكرا للتحية. انا عايز بقى ساندويتش كفتة برجر سوسيز بجنيه، ازاي ولا ايه رأيكو؟ كبدة سجق كفتة حواوشي سوسيز بجنيه، انا عمري ما شفت كده ومش مستوعب، بس هو انا عايز اخد التجربة دي وعايز يعني انا مش هاكله انا بس يعني عايز افهم ازاي الكلام ده بيحصل. يعني انتوا تقدروا تقولوا لي الكلام ده يحصل ازاي؟ انا نفسي افهم. طب نجرب مع بعض. اوكي ليبو انا عايزك تعمل تيست. مش هناكل انا فاهم والله، احنا هنرجع لو كان مش هنرجع مش هاكل عمري. ده مش 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 في التراب، بس ما تباتش في التراب يا حبيبي، ما تباتش في التراب بس اللي حالك. فانا معيش حتى فكه جنيه فكه نجيب بيه. ايه رايك نجيب ايه؟ ها نجيب ايه؟ مش عارف اي حاجه. ليبو احنا بنعمل تيست علشان نوري للناس ايه بالظبط اللي ثمنه جنيه. انا عايز اعرف ولا يا نهار اسود معيش غير 150. طب معكش انت جنيه فكه؟ والله اصل انا صعب يعني اقول له عايز. معايا 5 جنيه وماما خدتها مني. ماما خدتها منك حبك. طب استنى ادي 150 تاني دي. اصبر شوف معانا اي فكه. اديله 50 جنيه وقول له هتبيعي. اوكي ريلا تديله 50 جنيه عشان تجيب سندوتش بجنيه. واو الفكه لايه الجنيه اهو. هجيب ايه؟ هات اللي يعجبك يا ليبو. اي حاجه بس. فهو دلوقتي المفروض ان هو بقى يشوف هيجيب ايه بالجنيه بتاعه دوت، وطبعا عايزين نشوف الجنيه ده بيجيب ايه بالظبط. عايزين نعرف عايزين نفهم. انا مش مستوعب اللي بيحصل ده يعني، بس حابب اجرب ايه هو اللي بيجنيه بالظبط. يعني هو في حاجه بيجنيه يا جماعه؟ احنا في 2022 ستوب يعني. اوه كبده سجق حواوش نهار اسود. يوسف جاب حاجه وجه. طب يا حبيبي تعالى ما تبصش فيه. يا نهار اسود وريني يا يوسف. ماما يا لهوي هو ايه اللي عليه ده؟ خراب. وده يا جماعه خلي. ايه ده؟ هو شيء احنا مش عارفين نحلله حتى. لا ما تشموش، انا خايف عليك من الشم. خايف عليك من الشم يا بابا هرميه. طب ما انت كده هنأكله الكلب واحنا ماشيين. اصبر هو ريحته ايه؟ هوب وريحته ايه يا ليبو؟ ريحته منتنه ازاي؟ طب تعالى نبعد لحسن يضربونا. ايوه نعمل مقلب في بابا في ماما في مين ونقول ان احنا اكلناه. نقول ان احنا اكلنا وشبعنا منه تعالى حد يتكلم منه. تعالى انا عايز اعرف ايه ثمنه جنيه النهارده. يا ماما ده ايه ده؟ انت قلت له هات ايه؟ برجر. بليز انا مش مستوعب كده. حلو قوي كلاب. يلا بقى ناخده. لا ماشي كلاب، بس تعالى نخض ماما ونقول لها ان احنا اكلنا منه وجبنا لك كمان عشان تدوقي معانا. يلا يا ريس يلا. حرام من جيني ما سمعت عن بجنيه ده ابدا. طبعا زي ما انتم شايفين بسندوتشات كبده وبرجر وسوسيس وحواوشي بجنيه. فيعني انا طبعا ما قدرتش شكله لا انا ولا يوسف ابني، بس يعني اللي يجربه يا جماعه يا ريت يقول لنا الطعم ايه علشان احنا مش هناكله، بس ننصحكم ان انتم تدوقوا لو عايزين. سلام.